شكر الله وسعيكم. شكر الله وسعيكم. شكر الله وسعيكم. شكر الله وسعيكم. بقى الله وكيلك، انا مالي بالنم ولا منقل الحكي. صار لي كم يوم عم قلب الموضوع براسي، بتقول لك ولا ما بقول لك؟ بس اخر شيء حسيت من وجبي منك. قلت لي اثنيناتهم حاسين اني شاكك فيهم ومخونهم. العمى العمى يا رجل العمى. سمره انا ما بدي اعمل مشكله، انا قلت بقول لك بركي بتنتبه، لانه من كثر الشيء اللي عم يصير معك مبين عليك عم تشك بالكل. اسف اسف ما قصدي. بعدين يا اخي انا عم اقول بركي، يعني منين اجانا هذا الاحساس انا ما بعرف، ونحن رفقات ما لازم يصير بيناتنا سوء تفاهم. دخلك معاذ شو حكى؟ وليش معاذ بالتحديد؟ لا تكون شاكك فيه عن جد. لك اخي قل لي شو حكى انت، شو دخلك بهالقصه؟ اخي هو للحكي حكى كثير، وبتعرف الواحد من المدايق وانك تشك فيه اكيد رح يطلع معه كثير كلام. بس انك تقول لي شو حكى يمكن ما رح اقدر اقول لك كل شيء، بس اللي باكد لك اياه انه معاذ ما له علاقه بهذا الشيء، مو هو اللي غدر فيك. قل لي انت هلا بتقعد تحلل لي، قل لي شو حكى خليني انا استنتج. سامر لحد هون وبس عفيني، انا من الكلمتين اللي قلت لك اياهم وحس حالي عامل شيء ذنب كبير، بقى عفيني الله يخليك. كتر خيرك، كفيت ووفيت. انا ماشي، بدك مني شيء؟ الله معك. يلا دير بالك حالك. وسام حط لي عادل الكلب على راس القائمة. لك اخي شو بدك معاذ؟ رجعه لورا شوي. تعرف عنوانه؟ كثير منيح. يلا الله معك. لا لا ما في شيء، الله معك. الله ياخذني ان شاء الله، الله ياخذني انا اللي قتلته. شو بنا وسام؟ الاعمار بايد رب العالمين يا بنت الحلال، بعدين وين ايمانك؟ طولي بالك وسام، والله انت ما عليك ذنب. لك شلون مالي ذنب؟ شلون مالي ذنب يا جهاد؟ هو كان عم يتصل فيني. يمكن كان حاسس انه راح يصيبه شيء. وعم يتصل فيني لحتى انا ساعده، بس انا كنت ما رديت عليه ما رديت عليه. وصال وصال، هي ارادة رب العالمين. شو هالحكي هاد؟ بعدين لو القصة مثل ما عم تحكي انت، كان اتصل بصلاح، اتصل بالدكتور، اتصل بالمستشفى. لا يا وصال لا، ما تحملي حالك ذنب انت مالك فيه. بهي امنا، بس بالنهاية هو ما تغضبان علي وما نطاي اسمع باسمي. يا أختي يا حبيبتي الله يخليكي، يعني شو حتستفيدي من الحزن ومن هالبكي؟ يعني ما بعرف أنت بدك تحسسيني وتحسسي حالك بالذنب. حبيبتي أبوكي غضبان عليكي، الله يرحمه ويسامحه، أنت مالك غلطاني، فكر مال الله بلا الحزن، يعني لا تزيدي الحزن حزن وتصعبي علينا. كأنه مغيرة معي بهالفترة مو؟ بتعرف ليش؟ لك يا الله يا ميس ما بيكفيني اللي فيني. ليك وائل أنا ماني عم زيد عليك، بس إنه يكون في أسرار بينك وبين نهل علي هي ما بقدر أقبلها أبداً. لك والله وحياة الله ما في شيء من اللي ببالك، لا إنه شيء بخصك ولا إنه شب وبنت مثل ما أنت عم تتخيلي، أساساً ليك شو فيها؟ آخر انسجام مع أمير، ليش ما عم يستنطقها مثلك؟ ما بعرف، كل واحد حر. بعدين أنا ما قلت إنه أنت بتحبها، يعني مجرد وجود هيك سر بينك وبين علي ما إنه مريح بالنسبة لي. ما ضبو شو هسه زمان. ايه شباك شباك، شو يعني؟ شو بده يقلعني؟ يا سيدي من اخره يقلعني من هالمدرسة ويخلصني، ان شاء الله يقلعني. ليك والله مو سائل عن شيء. وحياتك ما بيهمني. ايه مبين، شلون صورت الاستاذ هيك نص الصف؟ لك انا الخوف ما بعرف. انت ايمت بتخافي؟ ايمت؟ لما بيكون فارق معك شيء صح؟ ايه انا مو فارق معي شيء،
لك اساسا كل هاي الحياه تبعكم انا مو شاريه بقشره بصله. هيك يا وائل؟ هيك سر بتخبيه علي؟ ما عندك ثقه فيني مثلا؟ مو قصه ثقه، بس الواحد بخاف من الغلط اذا كتار عرفه، خاصه انه هداك اخي جانا ومصر يلاقيه قبل زوجه ويقتلها. لك قال بده يفرجيه انه نحن ما بنرضى بناتنا يكونوا هيك، عم يزاودوا على بعض يعني، عرفتي؟ طيب وائل روق انت، يعني مستحيل تتخيل انه انا ممكن اذيك معه ولو؟ سلامات، كيفك؟ الحمد لله مشتاق لك، كيفك انت؟ شو مبروك؟ عم بقرا كنت هلا عن المسلسل بكون تنتجوه. اها اي ممتاز، ظريف كثير. اي والله، لا لا صايره توب بالاخراج ما شاء الله عليها. لا والله من سوء حظي ما اشتغلت معها قبل المره. خير خير ان شاء الله، تسلم لي حبيبي ان شاء الله. باي باي. أنا اللي قاهرني كمان إنه قبل بيومين من وفاته كان عندي بالمحل، حزري شو سويت فيه. شو؟ كان عم بيقول لي انه ام نادر بمقام امها لو بيصار لازم تحترمها وتسمع منها شو ما بتقلها، وما انا قلت له ما حدا بمقام الام والاب. قلت له حتى لو انت صار لك شيء ومتت لا سمح الله ما حدا بيحل بمكانه. طيب وليش متضايق؟ هذا كله حكي حلو. بعرف يعني بعرف انه حكي حلو، بس انا حسيت انه مثل اللي فاول على ابوه يعني. ولو صلاح انت هيك عم تحكي؟ ولا نسيت شقفة الحلاق اللي ما بحب الجامعات ولا الدراسة؟ طبعا هيك بيحكي. هذا اللي طلع معك يعني؟ انا ما حكيت شيء من عندي، انت اللي قلت. انا قلت لك شقفة حلاق؟ هلا يعني يمكن مو شقفة بس الباقي مزبوط. طول بالك حبيبي، ما لي شيء، الله يرحمه هيك الدنيا. على قد مالي مزعوج، بس على قد مالي مبسوط بلهفتك وحنيتك. عنجد شكرا كثير. انا ما فعلا ما بعرف شو كنت ممكن اعمل لولاكي بهالوقت. انت شو عم تحكي؟ انا متعلقه فيك، متعلقه فيك مثل العاده يعني، رسمي خالص. لا تقلب خلقتك فردة، ولا تخاف ما رح ادبقك غصبا عنك، صرت فهمانه عقلك منيح. دايما ماما، يسلموا ايديك. صحتين حبيبتي. هي بدها تضل قلبي خلقتها هيك؟ لا تستغرب ردة فعلها.
أختك بدها فترة لحتى تنسى أنه أخوها مد إيده عليها. معلش عذرها. خليك كانت تعطيها وش لهالبنت أنت. مرحبا ولي، كيفك؟ يلو أهلين يا ميس. لا ما عم صدق، استت ميس بذات عم تتصل فيني. منيح، صفي قلبك لكم. بس ليكي ميس، اوعك تفتحي دمك بحرف، ترى الموضوع مو متحمل بنوبها. اوكي حبيبتي ماشي. لك وحياة الرب كنت مثل الضايع لما اللي كنت بعيدة عني. لا هي محتالة تفو عليك يا حقيرة، انت ما بتعرفي قديش بحبك. طيب حبيبي اوكي يلا باي باي.